لا شارع ولا حي ولا زقاق إلا ويتحول إلى بركة مياه بمجرد هطول زخات المطر لتبدأ معاناة الأهالي. طرقات تغلق وحركة سير تتوقف ومواطنون يحاصر الماء منازلهم. قضاء الدير في محافظة البصرة على هذه الحالة منذ سنوات، يستنجد الأهالي ويطالبون ولكن لا مجيب. احنا بقضاء الدير المطر ما نبقى 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 أيام، الناس تحتار بسوقها. هذا الشارع اللي أنا به الشارع الرئيسي مال الشارع الرئيسي مال الدير، هذا مستوصف الدير، هذا السوق والمركز وكلها. هذا الشارع اللي يجي من عنده المدارس ويجي من عنده المريض والسوق والكاهن والكبير، هذا الشارع. راح أفرض الكاميرا على الشارع مو على وجهي، أنا وجهي أملح بس الشارع أبي أشوف مياه. أدراكم الشارع على أساسه صبح مطرت، هذا الماء مو مال اليوم، مال صار له أسبوع من ذيك المطرة الأولى. ورغم أن البنية التحتية متهالكة أساساً، يزيد الإهمال البلدي الأمور تعقيداً بترك قنوات تصريف المياه مغلقة بالأحجار والقمامة. طبعاً الوضع الخدمي شبه متردي شبه معدوم. بالصيف الوضع لا بأس تسكت الناس، ويجي موسم الشتاء وموسم الأمطار نرجع على نفس المربع الأول ونطالب. يعني أكو مناطق طبعاً هاي المناطق المبلطة، فكيف المناطق الغير مبلطة؟ كل ما تشاهدون في قضاء الدير اليوم، يعني طبينا ب 2022 وهل تشوفون الواقع، يعني منطقة حي الزهراء وحي الزهور هنا في قضاء الدير قرب مستشفى الدير وقرب النادي، يعني فاضت بكملها. يعني هذا طريق بين مجنون وبين الرميلة وبين الشركة الكويتية وبين الشرايك، يعني ما مسوي طريق، يعني طريق يليق بالمنطقة ويليق بقضاء الدير ويليق في محافظة البصرة. مناشدات الأهالي أصبحت مجرد تعبير عن السخط على الواقع المتردي، لأنهم يئسوا من استجابة الجهات الحكومية. فالذي لا يتحرك عندما يرى الأزمات بعينه لن تحركه مناشدات الأهالي.